هحكي لك حكاية في حي شعبي في مصر. فرح معمول في الشارع ومعلمين وتجار وكلام من ده يعني، والعريس بيسقي عروسته شربات وهو بيسقيها وقع على هدومها، راحت قالت له في وسط الناس مش تفتح يا عم، راح ماسك الميكروفون بتاع المطرب وقال شكرا للناس اللي جت جملتنا، والعروسة طالق بالثلاثة رجول رجول طبعا رجولة طبعا رجول. ليه رجولة؟ في الأول لان بص احترام الحياة الزوجية ليها احترام، فان الست تشتم جوزها ده يا راجل ما ده ما لحقوش يبقى في حياة زوجية، ده يوم الفرح وماله. ما هو من اولها باين اهو، اذا كانت بتقول له قدام الناس مش عارف ايه وهو يا عيني غصب عنه وقع الشربات عليها، ده بعد كده اول ما يخش يتخبى الجزمة على طول، يعني مش عايز. طب انت تفتكر ان دي كانت كرهاه من الاول ولا انت شايف ايه؟ لا هو كان عبيط شوية يعني ابن امه فهي استغلت الموضوع ده وما قدرتش تخبي الموضوع ده في الفرح فقامت مديهم له. طب ايه رايك ان هو سمعنا دلوقتي يعني؟ لا يا راجل اعوذ بالله ما هو بابن مامته، هو بيحب مامته زياده عن اللزوم. بس الاستاذ ابن مامته يتفضل يا جماعه. الاستاذ ابن مامته، لا اللي هو بيحب والدته، يعني كلنا بنحب والدتنا يا جماعه. مفيش حد ابن مامته. ها الاستاذ الضيف اللي معانا. حاضر. ده صوته باين من هنا. طب هو كان سامع كل اللي انا بقوله ده؟ كان سامع. وخد بالك ده بلطجي. ده بلطجي ولسانه صليب. واخد بالك؟ وسامع. انت طبعا غلطان انك غلطت بقى بس مش لا انا اقول رايي. معلش نعيد الراي تاني. نعيد السؤال ده تاني. السؤال تاني. استاذ عصام احنا عندنا مشكلة دلوقتي. عريس يوم فرحه بيسقي عروسته شربات، الشربات وقع على فستان الابيض اللي مش فاتح يعني، والله مسك الميكروفون اللي كان بيغني بيه المطرب في وسط الناس وقال شكرا للناس اللي جملتنا والف شكر، والعروسه طالق بالثلاثه. يا راجل ايه راي حضرتك في اللي حصل؟ حاجه فظيعه. لا لا كده مش حاضر غير رايي خالص. هو ابن امه بس، ابن امه يجي ونتخانق وخلاص وخلصت المشكله. مش حاضر اغير رايي، انا غير على الهوا ليه؟ ابنه وابن والدته يا ستي، بلاش ابن امي. انا كنت متوقع ان هتقول انه يبقى راجل